اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. نشرت الصحف المعادية لتركيا والحزب العدالة والتنمية الحاكم خبر ان هذا الحزب ولجنته تخوفت من التجسس الاسرائيلي، والامر يبدأ من الشعار الذي نزل به الاسرائيليون وهم يرتدون كلمة واحدة، عبارة مرسومة واحدة: كن حرا يحبك الله، أو كن حرا فذاك حب الله. إذن أمامنا هذه الإشارة، كأن الكل يرغب في أن يتحرر من بين قوسين أردوغان، ومن هذا الحزب المعادي بين قوسين أيضا لإسرائيل. كانت هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية كانت من خلال تغريدة الجيش الإسرائيلي والتأكيد أن هناك 230 جندي إسرائيلي متخصص في الإنقاذ، وأيضا مهندسين وأطباء وأيضا ممرضين إلى آخره. 230 من الجيش الإسرائيلي، من سحال الإسرائيلي. وهذا الذي طرح سؤال: لماذا التواجد الإسرائيلي أكثر من الأمريكي؟ فكان هذا سؤالا آخر. المسألة الثالثة: الصورة الجماعية التي نشرت، ترونها أمامكم، وفيها أعضاء الوفد 230، وأيضا ومهم جدا أنها ظهرت مضببة بشكل كبير جدا من أجل عدم معرفة هؤلاء، رغم حمل الشعار الإسرائيلي. لكن جزء منها، وهذه النقطة الرابعة، جزء من هذه البعثة كان مقنعا وبشكل كامل. لكن المفاجأة الكبرى أن كل هذه التي ظهرت في تقرير لحزب العدالة والتنمية والاستثارة التي وقعت للصحافة التركية، جاء من يثبت أن هناك فعلا تدقيقات استخبارية وأيضا تجسس وحضور لأولا المنظومة الإلكترونية المستخدمة، فكانت عبر السحاب، عبر كلاود، عبر هذا السيستم الذي يكون فيه تكنولوجيا السحابة معروفة كلود ستراتيجي أو هذه التقنية. فالكل يتابع بالزمن الواقعي ما يجري في الأرض، لكن ليس هذا هو الشيء الهام للغاية، بقدر ما سنرى أن هناك تايمز أوف إسرائيل، وظهر فيها أن الشركة التي قامت بمثل هذه العملية شارك فيها وبشكل مباشر مدير CIA الأسبق بيترايوس، هذا الذي جعل الأمور أعقد بكثير في هذا التطور الأساسي الذي جعل من إسرائيل ومن الولايات المتحدة الأمريكية وفي حدود سبتمبر ومع تحديد اليوم القيامي في تركيا، كل هذا كان مضبوطا، كان منسقا إلى أبعد حد، وأضيفت 59 مليون دولار من أجل هذه العملية. ولهذا سنرى شيئا مفاجئا وغريبا للغاية، أن المعونة بين قوسين أو المساعدة الأمريكية لكل من تركيا وسوريا لا تصل إلا ل 85 مليون دولار، فيما باكستاني واحد وعلى الأراضي الأمريكية دخل إلى السفارة التركية بواشنطن ووقع على شيك بثلاثين مليون دولار. 30 مليون دولار، يعني أن شخصا واحدا بمثابة قوة أمريكا عندما يقدم لوحده 30 مليون دولار، وكل أمريكا 85 مليون دولار لصالح تركيا وسوريا. والسبب لأن الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ سبتمبر، ومنذ 11 من سبتمبر وقت الاجتماع، وفي يوم 12 من سبتمبر كان وقت التوقيع،
لا يزال المسلمون ال 11 سبتمبر يضرب بهم بين قوسين الأيام القيامية في يوم 11. فلماذا سبتمبر ولماذا 11 سبتمبر ولماذا توجيه 59 مليون دولار للشركة التي من أهم مستثمريها بيترايوس سي آي إي، وهو الذي تخصص في تركيا لأكثر من تقريرين على أقل تقدير. هناك ثلاثة تقارير وقعها بيترايوس وحده حول معالجة ما يسمى بعقدة أردوغان في هذه المنطقة، وخصوصا حزب العدالة والتنمية، وأن عقاب الله نزل على هذا الحزب على وجه التحديد. على أي إذن العملية مدروسة بشكل واضح جدا بالنسبة لهذه الشركة، ومن المصدر الإسرائيلي من تايمز أوف إسرائيل سنجد بشكل واضح أن الأنظمة التي استخدمت هي أنظمة كاربن من الشركة، أي تابعة للشركة التي تحمل نفس الاسم، أسسها ويرأسها ويديرها إلى الآن أمير علي شاعي. تأسست هذه الشركة في 2014، ومديرها التقني أليكس ديزنغوف، وهو أهم عنصر أيضا في الاستخدام باتجاه المصاد الإسرائيلي في 14 عملية. ومديرها الآخر يوني ياتسون، ومساهمها الأساسي ليتل لشان بأسمال إضافي يصل إلى 128 مليون دولار. وفي سبتمبر الماضي أوضح تقرير أن حدثا قياميا في تركيا، ولذلك تمت زيادة الرأسمال ب 56 مليون دولار في اليوم الأول، ومليوني دولار إضافية بعد حالة المراجعة عبر كوكس انتربرايز، وأيضا هناك كراود فوند. وهذا الذي يجعل من مثل هذه المهمة التي أدارها المدير الأسبق للسي آي إي، إذ هناك مستثمرون أصليون في هذه الشركة، سيما فوندرز فوند من جهة، فاين تي ال في إليستد كابيتال بارتنرز، والمدير السابق للسي آي إي بصفته الشخصية والوحيد الممثل بشكل شخصي الوحيد في هذه الشركة الذي يمثل شخصه، المدير السابق برأس مال شخصي. وكل هذه الشركات التي ذكرناها لا تخدم إلا ديفيد باتريوس، وديفيد باتريوس كما ذكرنا هو الذي جعل من الفعل القيامي لذهاب أردوغان جزءا من خدمته اليوم. هذا المدير الشديد والذي يعتبر نفسه بأنه جزء من الخطأ الذي دفع حزب العدالة والتنمية التركي إلى أن يكون في الحكم، فبالنسبة إليه هناك عقدة ذنب يجب يعمل عليها، لأن في عهده كان صعود لحزب العدالة والتنمية ولأردوغان. وهناك مستثمرون آخرون مثل إكدي باترز أيضا بالنسبة لجنرال جلوبال كابيتال وسانديب هاما، كل هؤلاء وخصوصا الهنود منهم الذين يدعمون وبشكل مباشر وعبر رسائل بما فيها اليونانية وبما فيها الفرنسية، فيتمر عبر الشركة الهندية. أيضا هناك رأسمال هندي لإسقاط أردوغان، وهذا معلوم. وضمن الأنظمة المعروفة التي عمل عليها الآن ويحاول تجاوزها الإسرائيلي بمحاولة إعطائها البعد المدني، ستارت أب أساسي وهو سايت للفحوصات. وهذا النظام معمول به بشكل متقدم للغاية، إلى درجة أننا يمكن اليوم الحسم والقول بشكل واضح جدا أن كل هذه الدلائل، بالإضافة إلى ما يعرفه الجميع بالنسبة للذكرى 100 للوزان، عندما كان واضحا أن في نيفادا وفي مناورات 22 يوما
كان واضحا أن الكل يستعد لإسقاط تركيا، لاحتلال تركيا في 96 ساعة. وهذا الذي يركز عليه الأميرالات، خصوصا بالنسبة لأميرالات الوطن الأزرق، أيضا بالنسبة لأكثر من بعد، خصوصا بالنسبة لما سمي بتحدي الألفية، لأن تحدي الألفية كله مركز الآن على إبعاد آخر حكومة منسوبة للإسلاميين في المنطقة. وبسقوط أردوغان ستسقط حماس، وبحماس يمكن تغيير الخارطة كلها. ولهذا دخل الإسرائيلي مع بيترايوس من أجل العمل على هذا الإبعاد النهائي، لأن الدعم المالي الموجه مباشرة للفلسطينيين لا في القدس ولا في غزة وفي غيرها، وأيضا الاستفادة من أي العلاقات البراغماتية مع إسرائيل لدعم حماس، كل هذا يعتبر بمثابة مستوى متقدم لا يريد بأي حال الإسرائيلي أن يصل إليه. وهذا الذي نجده هو بشكل واضح جدا في أن البراغماتية المركبة أو المعقدة لأردوغان ولحزبه هذا شيء مرفوض، فالأبيض والأسود يخدم إسرائيل فيما يتلاعبون في الضبابية وفي مستوى البراغماتية، هذا الذي لا يريدونه في الطرف الآخر، لأن ممارسة نفس اللعبة تخنق اللعبة الأولى وهذا معلوم. لذلك فاللاعب الإسرائيلي اليوم هو لاعب بحدود ضعيفة أمام براغماتية مركبة ومعقدة بالنسبة للمنطقة الآن، وهذا الذي يعانيه الآن الإسرائيلي، لأنه يستخدم الذكاء الاستراتيجي وليس فقط الموقع الاستراتيجي. لذلك فالواضح أن الوصول إلى عمق لن يكون إلا بحسابات لعبة، هذه اللعبة لم يعد الآن الإسرائيلي يتحكم فيها، ولذلك استدعى مباشرة بيترايوس من أجل الوصول إلى تناغم بالنسبة للحالة القيامية أو الحدث القيامي، إما الحدث الذي بدأ في 2002 مع تحدي الألفية، إذا هذا أيضا تحدي للألفية بالنسبة لهذا زلزال الألفية، وأيضا العمل الذي يعد في نظر الإسرائيلي وبيترايوس بأنه العمل الأساسي في هذه الألفية إبعاد حزب العدالة والتنمية. والمخيف هو حالة الانكفاء حدثت بالنسبة لأردوغان والعمل على الملف الداخلي وزيادة الشعبية، وهكذا يمكن ضمان هذا الحزب أن يستفيد من الأزمة ولا تدفعه الأزمة إلى العزل أو الانعزال. في كل ما يجري الآن يتضح لماذا طرح أولا حزب العدالة والتنمية الحاكم في تقريره الأمني أن إسرائيل كانت تتجسس. عندما نصل إلى الإسرائيلي فهو فعلا يقول بأن هناك هاتزلة، وهذه الفرقة التابعة الآن على الأقل للجيش الإسرائيلي، وقد كانت العملية كلها من أنظمة كاربن. كل هذا يكشف كيف أن الإسرائيلي أراد أن يصل إلى معرفة هل يمكن أن يكون زلزالا آخر. وعندما حدث الزلزال الثاني كان واضحا أن الزلزال الثالث كان متوقعا، لكن الله أبعد هذا السيناريو بشكل كامل. كل هذا يجعل من سؤال التجسس سؤالا محوريا أشار إليه هذا التقرير بالنسبة للحزب، ونقل عبر الصحافة أيضا التي تعادي بين قوسين تركيا، ونذكر الصحافة اليونانية وأجزاء كبيرة منها، وأيضا بالنسبة لتايمز وإسرائيل وما أكدته بخصوص فعلا الاعتراف الإسرائيلي باستخدام أنظمة كاربن في هذه العملية، وأن بيترايوس وذكرته بالاسم فعلا هو جزء لا يتجزأ من الشركة التي استخدمت هذه التكنولوجيا في تركيا. إذن تكنولوجيا التجسس لمدير سابق للCIA مع آخر تكنولوجيا كاربن وأنظمتها، ومن ثم أيضا الاتصال عبر الكلاود
عموما يعني أن هذه استراتيجية في الاتصال. قول لهذا دفع مباشرة إلى القول أن أكثر الوثائق الآن وبشكل مكشوف إسرائيل تؤكد وعبر مسؤولين مقنعين، لقد نزلوا مقنعين وبصور مضببة. قول لهذا من أجل شيء واحد، الوصول إلى معلومات دقيقة بخصوص الطربة وبخصوص أيضا الانتشار. ليس هناك سوى إعادة ترتيب لمعلومات ما بعد الزلزال مباشرة وما هي الآثار. وأول من وصل إلى تركيا كان هو شديد الارتباط بالمعلومة، يريد المعلومة، يريد ما بعد الزلزال وقبل الزلزال الثاني. كان هذا الأمر دقيقا جدا، وفعلا نجح الإسرائيليون في ضبطه إلى أبعد حد وكشفوا أوراقهم بعدها. وهذا الذي اليوم يتأكد من خلاله أننا أمام فضيحة حقيقية لمشاركة CIA عبر إسرائيل في عملية هي إلى حدود اللحظة وصلت إلى 60 مليون دولار من أجل ضبط ما جرى بعد الزلزال الأول في تركيا. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.